بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، فإن اتخاذ الرايات أمر متعارف عليه مستقر لدى البشر جميعا، فنجد الدول في أنحاء المعمورة تحرص على هذا الأمر لما له من رمزية في اجتماع الكلمة ووحدة الصف وإظهار العقيدة التي تسير هذه الدولة. ونجد في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام دلالة صادقة على هذا المعنى، حيث كانت له صلى الله عليه وآله وسلم رايات، أشهرها الراية السوداء التي تسمى العقاب، كانت تحمل في غزواته ومعاركه صلى الله عليه وآله وسلم. وعادة ما تكون الراية في المعارك في مقدم الجيش، مرفوعة عالية يراها الجميع ويسيرون حولها ويتميزون بها عن غيرهم. وهذه الدولة المباركة بإذن الله حرصت منذ بداية عهد المؤسس رحمه الله على هذا الأمر، فاختارت هذه الراية الجميلة في منظرها المعبرة في مخبرها عما تحمله من رموز ودلالات. فحين نجد لدى الدول الأخرى رموزا تتعلق ببعض الحيوانات المفترسة كالأسود أو النمور أو الطيور الجارحة كالنسور والصقور أو غير ذلك، نجد أن راية بلادنا تحمل وتظهر أقوى كلمة في هذا الكون، وهي كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، وهي كلمة الإسلام التي إذا قالها غير المسلم دخل في عداية المسلمين فعصم دمه وماله، ولا نجاة لأحد في يوم القيامة عند الله إلا إذا كان ممن قال هذه الكلمة صادقا من قلبه. وهي إلى ذلك تحمل حقيقة العبودية والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتحمل الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة الإسلام والسلام والحق والعدل والرحمة، كما قال جل ذكره: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أجمل أن تجتمع هذه المعاني لتكون شارة للتميز ودلالة على هذا النهج القويم الذي تنتهجه هذه الدولة المباركة، أسأل الله أن يجمع شملنا ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة، إنه على ذلك قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.